أهلا بكم. قال خبراء في الاقتصاد إن من أسباب فشل السياسة النقدية في العراق التضخم الكبير في الإنفاق الحكومي، إذ يتجاوز الإيرادات المتاحة، لذا تأثرت السياسة النقدية بزيادة الإنفاق على البنية التحتية والخدمات العامة دون توفر مصادر تمويل كافية. وبين الخبراء أن الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية جعل الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار النفط، وهو ما أثر على تنفيذ سياسات نقدية فعالة فضلا عن ضعف البنية التحتية المالية، حيث يعاني النظام المصرفي والمالي من نظام تقليدي يفتقر إلى الحداثة، وجعل من الصعب تنفيذ سياسات نقدية فعالة بما يضمن الاستقرار الاقتصادي. حل العراق في مرتبة متوسطة نسبيا بكلفة المعيشة عالميا وفق إحصائيات تكلفة المعيشة لعام 2024 الحالي، إذ جاء العراق في المرتبة 85 من أصل 132 دولة بالغلاء وتكلفة المعيشة للعام الحالي 2024، في حين جاء بالمرتبة 8 عربيا بالغلاء. أما في كلفة الإيجار فقد جاء العراق في المرتبة 81 عالميا، في حين جاء بالمرتبة 89 عالميا بتكلفة البقالة، وبالمرتبة 75 بأسعار المطاعم، وجاء بالمرتبة 68 عالميا بالقوة الشرائية. أعلن المدير العام لمكتب غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية عبد الأمير ريبهاوي نمو التجارة بين بلاده والعراق بنسبة 30% في العام الماضي 2023. وصف ريبهاوي العراق بأنه الشريك التجاري الثاني لإيران، مؤكدا توفير فرص نشاط مؤثرة للشركات الفنية والهندسية الإيرانية في العراق في أثناء عام 2023 الماضي. وتتمتع إيران بنفوذ اقتصادي كبير في العراق عبر الأحزاب والميليشيات المرتبطة بها والتي تتحكم بمفاصل الدولة العراقية. قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد إن مسألة خفض إنتاج العراق من النفط أو عدمه تتوقف على أوضاع السوق النفطية، وإن رؤية البلاد في هذا الصدد مرتبطة بأوضاع السوق. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن جهاد قوله إن الهدف من اجتماعات اللجنة الوزارية لأوبك هو تحقيق الاستقرار في السوق النفطية، وإن أي قرار أو اتفاق ضمن اجتماع وزراء الدول المنتجة من أوبك والدول المنتجة من خارجها والمتحالفة معها يتخذ حسب متطلبات السوق النفطية وظروفها. ارتفع صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة في شهر آذار مارس الماضي إلى أكثر من 5 ملايين برميل بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وذكرت الإدارة في أثناء جدول لها أن العراق صدر 5,483,000 برميل من النفط الخام إلى أمريكا في أثناء شهر آذار الماضي بمتوسط بلغ 176,000 برميل يوميا، مرتفعة عن شهر شباط الذي سبقه. وبينت أن العراق جاء بالمرتبة 5 في صادراته لأمريكا في الشهر الماضي، وفي المرتبة 2 عربيا بعد السعودية. هذه وقفة قصيرة مع أسعار العملات والمعادن.
كانت هذه أهم أخبار الاقتصاد، إلى اللقاء.